وارتداء لشعار النصر بعد أن حضر أولا هنا في مباراة مثيرة دراماتيكية كانت جميلة للغاية ما بين النصر المدرب مارتن سيفيليا. صافرة البداية اليوم بالتأكيد لقاء يجمع ما بين واصطدم بالنصر في سباق كأس الملك. كرة جميلة من لويس كوستافو، نبقى في أجواء رونالدو، أجواء النصر. رونالدو يحاول يلاعب ويسدد، الكرة تتخلص ويظهر في الصورة المساعد الثاني اللي هو سامي العرفج المساعد الثاني، لأن حكم المباراة عبد الله النحيت، مساعد الأول عبد الرحيم الشمري، مساعد الثاني سامي العرفج، والحكم الرابع كيري. هذا بالنسبة لطاقم تحكيم مباراة اليوم. لدينا أيضا في غرفة الفار الحكام أيضا المتواجدين في غرفة الفار في مباراة اليوم، وفي انتظار إن شاء الله توفيق كامل لطاقم التحكيم في هذا اللقاء الجميل الذي يجمع ما بينهم. تاليسكا المحاولة باصطياد الأخطاء، والأخطاء أمام تاليسكا يكون عقابها وخيما. الأخطاء أمام تاليسكا يكون عقابها وخيما. القتالية في اللعبة الأخيرة، تاليسكا بكرة باتجاه رونالدو، لكن كرة بتعود باتجاه حارس المرمى مياتوفين. النصر في الهجوم، النصر في المحاولة، في البحث عن الدفاع ديفيد تيجانيتش، لكن الكرة الثابتة من مسافة بعيدة، رونالدو فوربا ممتازة، معنويات يسددها من كرة واحدة، لا فضل التمرير، وصلت إلى غريب، غريب مشاها إلى سامي عرضها باتجاه رونالدو ارتقى، لكن التي كانت موجودة للنصراويين في الموسم الماضي. العمل الكبير اللي بيقدم الخيبري، تقدم التمرير كونان باتجاه رونالدو، هل متسلم ولا لا؟ الكرة لازالت معه، والراية من العرفج. ولدينا طبعا ممدوح الشهدان في غرفة الفار إلى جانب مؤيد المسجن، طاقم التحكيم في هذه المباراة. وعودة إلى جودال، تمريرة إلى الأمام خاطئة مقطوعة من كونان، وصلت إلى تاليسكا. شوف بالقوة ملعب العدالة، اللاعب إيديسون فيليبي وصل لقاء في ما بينهم بالتعادل السلبي. كرة طويلة إلى الأمام، وصلت إلى رونالدو، كم ممكن يشوت، فضل التمرير، سقط رونالدو، طالب بخطأ عبد الله النحيت يقول لمصلحة النصر. شوف اللقطة اللي طالب فيها بخطأ، شوف إيديسون على طول أول بأول، إيديسون مع رونالدو أول بأول. واضحة التعليمات بالنسبة للسيد مارتن سيفيرا، يعني تصور العدالة في آخر خمس مباريات جمع نقاط مثل الأخطاء يا مياتوفيتش من أمام. صورة المثالية، لكن شوف هنا مياتوفيتش يلعب بالنار من أمام رونالدو كبير، بل الهداف التاريخي الأكبر على مستوى كل العالم وعبر تاريخ كرة القدم بأكمله. رونالدو في مزاولة مهنته المفضلة، لعبته المحببة، أرقامه التي أجمل من يعلق على أهدافك. الجمهور أجمل من يردد السي مع رونالدو شوفه مرة أخرى، وما أجمل هذه اللقطة الفاتنة جدا، هذه اللقطة فاتنة جدا أن تشاهد العدالة. لكي يعود لابد أن يهاجم، وقت ليس إلا لأنه ولد من أجل هذه، وبالتأكيد واحد ممن يبحث عن الأول ستكون، لكن معها هل يضربون بهدف ثاني؟ الخطورة قائمة، لكن تاليسكا قطعها، رونالدو مشاها بشكل جميل. هذه المرتدات، هذه التحولات، هذا النصر في هذه اللقطة قد يكون تاليسكا. الله، التمريرة باتجاه غريب، عرضها من وحدة ولا لا؟ لا تأخر فيها، لازالت مع مر، عرض رونالدو. قلة عدد اللمسات، يعني ثلاث تمريرات فقط النصر كاد أن يصل إلى شباك العدالة. كونان إلى رونالدو، مر رونالدو، تقدم رونالدو، يغير اتجاه اللعب، لا فضل التمرير مرة أخرى. شوف ألفارو، راح نشوف غريب، راح نشوف رونالدو، متسلل رونالدو، لكن أي تفاهم كبير ما بينه وما بين غريب، يعطي حتى غريب إشارة. واف الكرة، الأخطر تاليسكا، الأخطر، لا 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 يا رجل، لا 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 لا، سواء هنا أو هناك. شفت مدينة غريب، كان متسلل رونالدو. اللقطة اللي ينتهي هذا الشوط بهذه النتيجة، شوط ظهر فيه النصر وضرب رونالدو. محصول أكثر ملائمة للتطوير مستقبلاً.
لتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة. هذه ما حبيت أن أبدأ براتكم أيها الأحبة أيها السيدات والسادة. هذا النجم الكبير كان له الظهور الأول، أسطورة كرة القدم الحية. شوط المباراة الثاني في انتظار إثارة أكبر، متعة أكبر. الشوط يبدأ. صافرة عبد الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية مني محدثكم عبد الله الغامدي، واصفا معلقا. ممكن الكرة لم تكتمل لتصل إلى كريستيانو رونالدو. رونالدو وتاليسكا في فريق واحد، فما تبدأت التحولات القوة السرعة. سقط تاليسكا في وقت كان يبحث فيه عن مرتدة سريعة، لكن رونالدو يعود بالسرعة الآن. رونالدو، لكن سلطان الغنام في واحدة من أحلى مباريات التي يظهر فيها. 40 هدف في مسابقة الدوري الآن بهذا الهدفين المسجلة، وبالتأكيد هو واحد من أقوى خطوط على الاستلام. أيمن، يا سلام على الاستلام والتمريرة، لكن مياتوفيتش نصر قادر على إضافة هدف ثالث غريب. أن تصل إلى كريستيانو رونالدو، عادت إلى رونالدو من جديد. متسلل رونالدو، متسلل رونالدو. أيضا اللاعب علي لجامي إلى جانب اللاعب الآخر اللي هو ماجد كشيش. كرة جميلة من تاليسكا وصلت إلى رونالدو. الخطر قائم، الخطر قائم، الخطر قائم، الخطر قائم. رونالدو أفك تحرك القلوب وتهز المشاعر في احتفالاتك، الصرخات كلها لك ويغنون بصوتك، سيارون من أهدافك واحتفالاتك. رونالدو في احتفالك تحتفل أمم وقارات ودول، أمم وقارات ودول. آه يا رونالدو، آه يا رونالدو، كمان وكمان يا رونالدو. السيف في كل مكان، تسمع دوي هذا الهدف، تسمع دوي هذا. رونالدو في أهدافك تحرك القلوب وتهز المشاعر، وما بين أهدافك واحتفال مكان سلطان الغنام. وبعد كذا حيكون عندنا ماجد كشيش التي مر بها الفريق هذا الموسم من غيابات وإصابات وغيرها. رونالدو التمريرة جميلة، العمري بتمريرة على طول باتجاه إلى جامي، وصلت إلى كريستيانو رونالدو. كريستيانو إلى أيمن يحيى، الله جميلة باتجاه تاليسكا. 7 دقائق متبقية من أيمن، تمرير رونالدو لكن لم يستلم، لم يستلم في رحلة الهاتريك. وتاليسكا يؤكد عليها بالهدف الخامس. لا يا تاليسكو، لازالت أن يكون له الحضور والظهور في شباك. الأسيست يحسب لروسي، لكن الكرة بعدها مياتوفيتش، ومن ثم أيمن يحيى قاتل عليها ووضع. يبين لك حقيقة، شوف يعني حدا خلصها أمام الفيحة بالأربعة في آخر ربع ساعة فقط. النصر أيها الأحبة يحقق النصر في مباراة اليوم. مبروك عشاقه، مبروك محبينا، مبروك رودي غارسيا، مبروك للدون، مبروك كريستيانو رونالدو. أعيدها وأكررها، لقطة خاتمة ما يسجله.